اخذتهم الشرطة؟ يعني ابني صار بالسجن؟ ايه نعم بالسجن. يا حسرتي عليك يا ابني، ما بتجيك المصايب الا من اقرب الناس الك. يعني زعلتي على ابنك اللي فجني وما زعلتي على جوزك المفجوج؟ يا طيفور يا ابن عمي صلي على النبي، اللي منقوع بالسجن ابني، ابني مو واحد غريب. ايه معلش طولي بالك وقسي قلبك، خليهم يصيروا رجال كلهم يومين ثلاثة وبيطلعوا، مو مشكلة بركي بيتربوا. مكسبك لك اخي عم تضحك، شو مالنا معباين عينك ولا شايفنا مضحك احنا هون؟ لا هيك ولا هيك، يعني بس شغلتكم بسيطة. مكسوب بسيطة البسيطة. هلا ما عم تقلي طيفور جوز امك؟ بلا. ايه خلص معناته هلا بصفط عن حقه وبيطلعك من السجن. ان شاء الله الله يسمع منك. قولوا لي هلا انتوا اثنين شو عم تشتغلوا؟ ما عم نشتغل شيء. لك شلون ما عم نشتغل شيء؟ نحن بنشتغل كل شيء لك عمي. يعني مثل شو؟ مثل يعني بنشتغل ميكانيكية، ساتلايت بنشتغل بالسرابيس، بالسيراميك، بنشتغل بكله نحن، دحابيل، برامكة، الرزق على الله اخي. بس نحن بالاساس انا واخي زكي بنشتغل فنانين. لا. لا اسمحوا لي، يعني مصدق كل هالشيء الا لكم فنانين. ليش عمي شو مو معميين عينك يعني؟ لا على راسي، بس يعني هاي المهنة صعبة كتير عليكم. اخي شو صعبة مو صعبة، انت التاني ليش انت بتعرف مواهبنا شيء؟ لك يا اخي فيكم البركة، برد بقول لك هالمهنة صعبة كتير عليكم، بعدين يعني عدم مؤاخذة ها شكلكم مو فنانين. لا يعني على اساس شكلك فنان يعني اذا بتطنطن شوية على العود. لا اسمح لي يا عمري، انا فنان قد الدنيا، انا فنان، انا حساس، بس شو بدي اساوي اذا كل ما بقول اوف ويا ليل بلاقي حالي بهالسجن؟ لانك بتستاهل. اخي زكي تعال اقول لك، زين خذ لي العود وورجي مواهبك، شرف. هات عندك. اعطيه على الثقيل ها. اذا ما ببكي الحجر خذ اللي بدك اياه. هاي على اللصق. سمعنا. فوت على الثقيل. هاي مسلطين خالص، فايت مسلطين. الله ابو التلاميذ سبك ليش عم تبكي؟ ما في شيء كمل انت. عليك يا طيفور، كيف طاوعك قلبك تحبس لي ابني؟ هاي غلاوتي عندك؟ بس لا، الحق علي انا، كان لازم اقول روح اسقط حقك. بس لا، الاحسن انه هو تطلع منه مو مني انا. والمستقبل رح يكون مفتوح قدامك. لك ابو الدرويش حبيبي شبك من اول الغناية وانت عم تبكي وتزعر، شو قصتك؟ طبعا بده يتأثر هو ولا غيره، هذا دليل نجاح يا استاذ، دليل نجاح. دحريشك انت، ما لقيت غير الغنية اللي بعدها تغنيها. بس شبه هالغنية شو فيها؟ هاي الغناية احلى غناية غناها عب حليم. ما بها شيء، بس هي الغنية بالذات تجرح لي مشاعري وتهيج لي اعصابي يا رجل. لا يا عمري لا، هي الغنية بالذات بتعالج قصة ومشاعر واحاسيس انسان. لك اسكت انت، حاج ما تبيض علينا، اسكت. لك هي الغنية ما بتخص حدا قد ما بتخصني انا، لانه ما حدا معزم بحياته قد مني. اقصى عليك يا زكي،
اقصى عليك لك بدهون دموعي اللي نزلت مثل مزاريب الشتاء في البارد. لا يا عمري لا لا، لو لم تتسرب الدموع من عينيك لسقط ذلك الفنان والنجاح لم يكن حليفا. يلا بيض علينا كمان اخي انت تاني، اصلا انت من اول ما فتح السجن لهون ما فات لسانك هلا. الله يسامحك الله يسامحك، انت ما عجبك شكلي بس ما بتعرف مضموني شو هو. شو يا صوتكم طالع لبرا؟ وليش لهلا ما كنتم نايمين؟ معك حق سيدي، هو زكي ما عم يخلينا ننام. نام التراويش ونام التراويش، انا اللي بدي اخليك تنام. ايه انت شو انت قاعد بمسرح ولا بملها؟ لسه ماسك لي العود وعم تطنطن وتغني. هون سجن لازم تكون بكامل الانضباطيه والالتزام، فهمت؟ سيدي كمان في هذا الفنان هون صار عنا بشكله مضمونه، لسه بين لي شكلي ومضموني، شكل لي رقبتي من اول ما شفته. شوفوا لا انت وياه يلي بده يطالع صوته بدي حطه بالمنفرده ولعبجه شكلا على مضمونه. هي انت انا ايه انت؟ نعم سيدي. اذا حدا حكى او غنى بتخبرني. حاضر سيدي. سمعتوا شو قال الشرطي؟ ما بدي حدا يخالفني بشيء. قلت له شو عارف خلقتي زين لتحت لشوف هون على مستوى نظري ما بدي اشوف حدا. بس شاطر تغني لي راحوا الخوالي يا دنيا، روحت النوم من عيوننا. وانت الثاني بس شاطر تحكي ولسانك ما فات لحلقك طول الوقت، شرف احكي لشوف ليش سكتت ولسانك ما عاد حكى، تفضل احكي. اسمح لي لك انك انت مجرم، انت عم تقتل فن جوات الانسان هذا، وهي جريمه سيحاسبك عليها التاريخ. يا صار انت جدك عم يحكك بدك تفوت على المنفرده. يا سيدي شوي سيدي اللي بدك يا بصير، خلص اللي بدك يا بصير اللي بدك يا اوعى كون ها، ما حدا يخالفني ولا بكلمه، كل كلمه بدي احكيها هي امر، فهمتوا؟ حاضر يلا لشوف خلال 3 دقائق بدي اشوفكم نايمين. لوين 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 لوين؟ مو عاد تخوت حبيباتي، انزلوا هذا كان من زمان تخوت، هلا بتفردوا بطانيه بالارض ناموا في واحد على سيفه، يلا لشوف مكسوع على الارض انت على سيفه يلا ما تناقش. لك عم نموت من بردنا على الارض. لا تناقش زكي، خلال 3 دقائق بدي اشوفكم نايمين، يلا لشوف. انتوا ما بتشوفوا الكلمه الحلوه، ما بتشوفوا غير العصايه. بدي اطمن عليكم ناموا. تفضل. ها يسلموا هديات، هذا اكل مو مثل اكل المستشفى. صحتين والف انا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي شبه ليش ما عم تاكل معي؟ كل انت وتهنى، صحتين والف عافيه. انا مجي على بالي اكل. خير ام زكي؟ ان شاء الله ما في شيء؟ ما في شيء، قلت لك ما في شيء. شو اللي شاغل لك بالك؟ بشو عم تفكري ام زكي؟ شو طلع الضوء؟ شلون هيك صار معاه؟ زكي ناولي مري المي هات. عليكم. شو هاد كسرنا تكسير؟ شو النومة بتطحبش؟ لك زكي رد علي، هدول ما بيجوا غير تعوهم. خطرة يا بلادي خطرة. لسك لسك عم تعمل لسك عم تعمل عم تفيلنا، شو دخلك انت؟ قوموا لحد هلا نايمين قوموا تلحلحوا. هاني اسمع اني تزوق وفهم وتعدي على حرية الآخرين. حاجتك فزلك ايه واسمع شو رح احاكيك والكلام للجميع، أنا من اليوم ورايح أنا المعلم هون وكلمتي ما بتنزل للأرض، فهمت؟ خلص مثل ما بدك انت المعلم، فهمنا؟ سيق من ايدي سيق. شوفوا لا انت وياه يا ويلو يلي بتفلحص معي، فهمتوا؟ انا حكي طالع نازل ما بدي لف ودوران، ما بدي بحكي الكلمه تتنفس فورا، فهمتوا؟ قوموا لازكي قوم وقف على حيلك، تعال عندي لهون روز اولي بريش هاي على السريع، روح لا تناقش. حاضر. وانت ولا انت لساتك قاعد؟ لا لا ما عندي ولا بسرعه احكي لساتك قاعد او تشتغل. لك بدي اعمل انا فنان، انا حساس حبيبي شان شفتني اشتغل. لا تحكي ولا كلمه من امبارح لليوم، لسانك ما فات لحلقه، بتروح بتلاقي لك شيء مؤشر بتنطف لي القهوه وشغله على السريع. بس لا تناقش روح اشتغل روح.
قوم على حيلك قوم وقف قوم ركولي هلا سر على شو يلا انا شوف بدي كل سرير يصير مثل كبريتي يلا شيل البطانيه من هون لشوف لك يلي ما مربى بيته ما بيربي قوش فهمتوا كلام الحلو ما بينفع معكم بدكم عصايه انتوا بعد هيك بعد يلا سليم حرك لي حالك شوي يلا خلصني بلا ما هي صار عجيت ما هي يس وانت ويانا كل واحد بشغله بدي امشي على هاي القوش مثل الفله انا واصل المشوار لعند اخي زكي لهول ورجعان يا حبيبتي الفن ولا زكي طب انت شو قصدك بالبيت بخيل بالشغل بخيل وهي بالسجن بخيل حط سكر حاضر بدي شاي يطلع اخرك عجب 100% والا برجعك فيه هاي عمل لك عمل وكتل اسكت واشتغل والحل امي الحل يعني هذا الوضع ما عاد ينسكت عليه اكيد صاير معهم شيء هدولي طيب لك امي شو طالع بايدي اعمل والله مالي عرفانه الليل كله ما نمتوا انا طيب شو فينا المعلم طيفور بركي بيعرف عنهم شيء ليش انا حسنان اشوف المعلم طيفور تكسرت رجلي وانا رايحه وجايه رايحه وجايه على الورشه وما كنت لاقي حدا الورشه مسكره طيب شو رايك ندور عليهم بالمستشفيات لك بنتي لو كان لي ضايع واحد وحده فيها وما فيها معقول نقول انه عامل حادثه او شيء بس اثنين يعملوا حادثه لا مو معقول الكلام طيب معلش امي خلينا نجرب خلينا ندور شو بدنا نساوي يعني امي 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 راح البس انا وانا راح البس لك سليم لا تقرقر لا تقرقر تسلمي هالضحكه احلى كاسه شاي لاحلى معلم اسكت بلا كولك يا ولعي فاضي اطلع صب شاي اطلع هدل يعني انا في شغله مع ابو سلمان بدي اعرف شو اللي نصبك علينا معلم انا شوف يا سليم نتيجة لهالسؤال هاد انت محروم من الشاي 3 ايام ثانيا لانك سألتني هالسؤال هاد انا رح اجاوبك اخي انا معلم هون لانه الدنيا مثل الكماليكا يوم الك يوم عليك بقى انا اليوم معلم بكرة بجوز انا المعلم كمان لذلك قوم انضرب اقعد بالزاوية احسن مليخة كف جيبك هنيك وموقف على حيلك انت وياه احتراما للعينتين هو قوم لك فصول وتعال عندي قوم هذا الحكي الي يا خال ايه لا قوم بيظهر كتير زلدك عم بيحكك ما لقيت غير المعلم ابو الدراويش هو يجي لعندك مو بس هيك رح ياكل قتل لحتى يفرق معليش ابو الدراويش اللي ما بيعرفك بيجهلك املو ابو الدراويش قوم عايم له سليم لك عم تسكت له لك نحن بنهرب من المشاكل مشاكل تلحقنا سكت انت عشان نيجي ولا هلا رح اورجيكم قيمته انا رايح اقدحه كفين وارجع فورا طيب يا معلم دخيلك معلم اقدحه كفين وارجع كثير شايف حالك لك على الشخصيه لك عمي شوف نحن بنحترم العضلات وبنحب العضلات بس يظهر انت ما بتعرف شغله نحن ما بنعترف على حليب النيدو والكريم نحن ما بنشرب غير حليب اطباع ولا لك عشتوا 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 سكتش ضبع ضبع يلا رد علينا شوف رد علينا وين لسانك عقلته العطار لك اول ما فات خوفني طلع فاشول فاشول هون هون عمي هون لا تحكي مع الصعاليك احكي مع الرجال شو هاد؟ مثل رامبو يا رجل بس شفريقي ها جنبي خلصان سامي يا لطيف يا وحش طلع سليم شو راح؟ راح والله راح اطلع اخي اطلع على كان اطلع امان لي طالع الفن بده تضحيه اطلع 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 دويش الحمد لله على سلامتك استاذ سليم شو هالشكرات هيا ما بيمزح معهم منوب اخ ما صلح حولك وحواليك شفناك تحت وشفناك فوق
خذ سنابس هاي. امسكي يا امسكي. شو خيرك؟ شبك؟ شايفك عم تبكي. في شيء؟ ما في شيء. لا في شيء وانت مخبية عني. قلي لي بركي بقدر ساعدك. راسك عم يجعك شيء؟ لا. ايوه عم تبكي على ابنك زكي اكيد. ما بعرف شو بدي اقول لك طيفور. لا تقولي شيء. صحيح ابنك هو اللي اذاني بس هداك هو السبب. كرمال عيونك انا راح اسقط حقي عن ابنك بالمغفر. لكن هذا النمس يلي اسمه درويش بدي خليه تخ بالحبوس. كتر خيرك يا طيفور الله يوفقك. صدقني حاولت كثير اني ما ابكي بس مو بايدي طلعت الدمع غصب عني. انا قايم اسقط حقي عنه. روح الله يوفقك يا رب. لا تستنيني على الغداء. ليش مالك جاي؟ لا بدي افتح الورشه واقعد فيها. ردي غزالك عن طرف بستاننا وردي فاتحين مسرح بلو سجن. مين اللي كان عم يغني؟ إذا ما حدا بدي يعترف بدي أتعاقبوا كلياتكم. مين كان عم يغني؟ فيني كل ما كنا عم نغني. لك شوفي مشان إيش هالصياحات؟ ليش هيك؟ شو هالضجيج هاد؟ أنت اندفس وخليك نايم. بس هيك ما بيصير يا سيدي. لا بيهدوا لا ليل ولا نهار. رح يصير معنا انهيار عصبي. سليم وزكي عقوبة ساعتين بالمفردة وإذا بتتكرر بتباتوا ليلة كاملة. يحيى العدل يا سيدي. تصبحوا على خير. اخرس انت. أنا اخرس سيدي؟ يلا قوموا معي. مو حرام تفسد علينا يا فساد انت؟ مو انت اللي كنت عم تغني هي شي تصيليني وما تصيليني انت الملا. سيدي الله يخليك مالك سامحنا هالمرة ما عاد نعيدها. معليش زكي الفن بده تضحية. لك تضحية ما تضحية ما لقيت تضحي غير من منفرد انت التاني. يلا امشي قدامي حاج طلحك. يلا فاسي ماسي بس تنحط العود. كل فكرة اني اسقط حقي عن ابنها. اما هو ابنها اضرب من درويش راح اسقط حقي عنهم هن الاثنين. خليهم يتربوا خليهم يتربوا. وإذا سألتني شو بدي إلا هاي بدها تفكير. أكيد هلا بيكون أبي طلع من السجن. لازم أتصل ببيت أم درويش وأتأكد. بس إن شاء الله ما تطلع لي هاي الحرباي أم درويش تضرب هي وهالصوت العين تطرق. هذا اللي صار. قولوا له لطف الله الله لا يقدر.
الله يحميك يا رب. هي جزات المعروف اللي عملته معهم. يعني انت مالك زعلانه؟ لا معقوله انا ازعل؟ الحق ما بينزعل منه. الله يخلي لنا اياك. هدول الحق عليهم صهري وابني جدبان، ما بيبطلوا عمايله المعده. شو بدي احكي؟ بس معلم طيفور الي عندك طلب. لك ولو انت بتموني امري امر. ما يأمر عليك ظالم، بدي اياك تسامحهم وتعفي عنهم هالمره. معلش انت قلبك كبير وبيضلوا ولادك. ولك تكرمي ام درويش، غالي وطلب رخيص. ان شاء الله من بكره الصبح رايح روح اسقط حقي عنون. حاكم انت الك معزه خاصه يا ام درويش. كثير من شان هيك رح تتجوزت ام زكي وتركت ام درويش. حدا بيبدل غزلانه بقرود؟ عم تحكي عن جد ست ام درويش؟ شو شايفني عم بمزح يا معلم طيفور؟ لكن يا حسره شو الفائده؟ انا الحق علي، ما فهمت عليكي من اول. اول ما شفتك دخلتي قلبي، قلت هي ام درويش يمكن ما توافق تتجوزني. بس شو بدي اعمل، هذا اللي صار. على كل ما صار شيء، كل شيء بيتعوض. بيتعوض؟ شو بتقصد؟ قصدي يعني شو رايك نكتب الكتاب ونتجوز ونتوكل على الله ومنعوض كل الايام اللي فاتت. عدم المؤاخذة، إذا ما عجبك اقتراحي بسحبه. لا بالعكس. بشو عم تفكري؟ بس أنت متجوز. إيه شو عليه؟ الشرع سمح بأربعة. إيه أنا إلي شرط. شرطي؟ شرطي على كيفك؟ أنا بضل ساكنة ببيتي. ولو إنه شرطك صعب شوي، بس خلاص اتفقنا. نكتب الكتاب. لا خليني أفكر وبعدين أنا برد عليك الجواب، لأنه أنت فاجأتني. إيه على راحتك. طيب بخاطرك هلأ. مع السلامة مهوني، الله يحفظك. يا سلام، إذا زبطت هالجوازة منكون قشينا بيتين فرطقة. يا دار ما دخلك شر، البس الجاكيت وتهون، حاجتنا الرزقه اجتنا على بارد الماء. امي طمنيني، لقيتي للمعلم طيفور؟ ايه لقيته. ايه وزكي شو اخباره؟ عم تساليني على زكي ومو هامك اخوكي؟ لا امي انا قصدي اسال عنهم هن اثنين يعني. استني شوي خليني بس ألقط نفس لحتى أحكي لك. شو طلع ابني من السجن؟ لبكرة لبكرة. لا أني ما سقطت حقك عنه؟ طبعا شلون لك؟ يوم لك ليش لبكرة؟ عم تسأليني إلي؟ إيش بيعرفني؟ هيك قالوا لي، قال الإجراءات ما بتخلص لبكرة. اتكسرت رجلي وأنا عم بفتيل مشان خلص لك ابنك، مت من جوعي. شو شايفك ما عم تاكلي؟ شو قصتك؟ قول انت وتهنى، ما عم بحسن، ما عم بحسن دوق اللقمه. عم فكر بابني هالمسكين، يا ترى شلون عم ينام؟ شلون عم ياكل؟ شلون عايش؟ ضيعته هالحربايه هي وبنت، الله لا يوفقهم. لا تاكلي هم، بكره ان شاء الله بيكون طالع. ان شاء الله، الله يسمع منك. ابن عمي شو رأيك نروح نزوره أنا وياك؟ شو هالحكي؟ أنا أروح على السجن؟ لا ما حزرت منوب، ما أحلامي والله بعد هالكبرة فايت على السجن ورايح على المغفر. لا بدي يصير مضحكة قدام العالم؟ ما حزرت منوب، أنا ما بروح على السجون. صدقني يا رجال ما فيها شيء. بعدين هدول مثل ولادك والمسامح كريم، إذا مو مشانهم مشاني أنا. أنت على عيني وراسي. يسلم راسك. هلأ خلص الدوام وبقى حدا يستقبلنا، بكره ان شاء الله طالع لك اياهم. لا يكن لك فكري، لا تاكلي هم، لا تاكلي هم. هلا معقوله امي زكي ودرويش بدهم يضربوا للمعلم طيفور؟ اكيد هذا عم يفتري عليهم، ما في مجال. مو معقوله من هالحكي، طيفور ما بيفتري على حدا، طول عمره ضاببهم تحت جناحه. بس جوزك واخوكي ما قعدوا عاقلين. شو امي شايفتك كثير عم تدافع عنه للمعلم طيفور؟ لا امي انا عم دافع عن الحق. يعني هلا زكي واخي بدهم يضلوا بالسجن؟ لا أمي، وعدني المعلم طيفور إنه رح يطالعون من السجن ويسقط حقه. والله المعلم طيفور ما في منه، محترم كتير. طيب ماما خلينا نقوم نروح نزورهم نطمن عليهم.
طولوا كثير، ليش ما جابوهم لهلا؟ هلا بيجيبون امي. على كل حال احنا ما لنا رايحين لحتى نشوفهم. اهلين اهلين امي، اشتقت لكم. عم يبوسيلي درويش، منيح اللي جيتوا، اشتقت لكم كثير. انا شلونك مدريه؟ بردي شلونك انت، شو اخبارك؟ منيح، يمكن منيح، والله ما بعرف. شكرا. انتو وينو زكي؟ ليش ما اجى معك؟ زكي؟ زكي عند خالته. شو اخذ زكي هلا عند خالته؟ عند خالته تحت. شو عم تحكي انت يا درويش؟ انا هلا ما بمزح معك. وينو زكي؟ يو علينا، ليش هيك ما عم تصدقيني بدريه؟ عم اقول لك عند خالته تحت. لك ابني زكي ما عنده خالات، شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ بعدين احنا طالبينكم انتو اثنين، ليش ما اجى معك؟ صهرك شيلي ايدك منه، مو تمام التمام. شو هالكبه؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ حاجه بقى، قلنا وينه؟ تحت بالابو، حطوه بالمنفرده. ولي على قامتي؟ ولا شو المنفرده؟ ليش شو عامل؟ صاير عم يعمل مشاكل لانه عاقبوه وزتوه تحت. على فكره هو اللي ضربه لطيفور. ها معناها انت اكيد عامل لك شيء في التيشن ولا زاب ظهره لحتى حطوه بالمنفرده. خرزمي بدريه، لو ما كنت بالسجن هون كنت ادحتك كف وسديتك برات السجن، فهمتي؟ انا اخلاقي حميده، سالي الشرطه عني. امي يعني ما رح نقدر نشوفه لزكي هلا؟ مستحيل يا امي، لا تعذبوا حالكم، لانه لبين ما يطالعوه من الابو بدهم للمساء. طيب مبين امي رح تخلص الزياره، يلا بدنا نمشي نحن. خذ تقبرني. هي الاكلات. يسلم والايدين. والله خفت عليكم ولا تموتوا من جوعكم. يلا امي خاطرك. الله معك، مع السلامه. صحيح تذكرت، المعلم طيفور بكره بده يزقد حقه. حلو. خلصت الزياره. جايين احنا جايين. خاطرك امي، سلم لي على زكي تقبرني. الله يسلمك، تيسروا. درويش تقبرني ان شاء الله. طعمي معك زكي، مو تاكل ولا حالك. خلص ولا يهمك، بدي يلا اطلعي خلصيني. خاطرك. جبل آدم وجبل حواء وجبل هاي، الوش من طلبة السمراء يا زكي. لك من زكي بلا بطيخ، خلا برزعونا على المنفرد. انت التالي شرف صاحبك. سواد هدول شوية أكل جابت لنا ياهم أم درويش وبدرية. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم بحكي، عن مزح لك. بدونا ما سألتك عني. امبلا سألتني عنها، قلت لها خذوه لتحت عن منفردة لأنه مشاغب وأخلاقه مو تمام. ولك اخص علي اخص علي، أنت من يوم يومك ما بينشد الظهر فيك واحد نمام. أنا؟ إيه أنت، يعني ضروري لو تسوي هاي اللوحة قدام بدرية. شو بدك يعني أعمل؟ يعني بدك يعني أكذب؟ ما تحكي أي شيء، هلا بطلت تعرف تكذب أنت الثاني. شوف من يوم رايح ما تحكي معي ولا بحكي معك أنا بنوم، كل المشاكل من تحت راسك. خلص يا عمري انت ويا شو بكون؟ يعني ضاعت ولقيناها وما في داعي توصل بيناتكم للشيطان الرجيم، انتوا رفقانك شو بكون؟ ما شفتها شلون سوى سمعتي قدام مرتي وقدام حماتي. شوف زكي، يظهر انت المنفرده ما ادبتك، انا قايم نادي للشرطي خليني رجعك لهني. لك لا لا يا شرطي، دخيلك 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 بوسيدك، خلص تومي ما عاد عيدك. ماشي الحال يا زكي، انا بارجيك. طول بالك يا عمري، خلاص انا بكفله. تكفله؟ ايه. حط ايدك على شواربك. ها رضيت؟ مشي الحال. اكيد اكيد ماشي الحال. يا اخي تاني الخوف بخوف، اوعكم اوعى حدا يغلط معي غير بالمنفرد ما بقعده. لك بنتي شو بكي؟ وقت ما رجعنا وانت قاعده لحالك وزعلانه وحاطه الحزن بالجرن، شو ما حدا حبس غير جوزك لك امي؟ قومي حبيبتي قومي، الله يرضى عليكي، غسلي وشك كليلك لامي، قومي. مالي حسناني؟ شو هالحكي امي؟ قومي الله يرضى عليكي. قومي حبيبتي قومي، تعي 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 حبيبتي تعي. ابن عمي؟ مري. ما يمر عليك ظالم. بدي اسألك، شو صار بهدول المكاري اللي اشتريته؟ ما صار فيهم شيء، واقفين. شو السبب؟ مالهم شفرية. طيب شوف لك شيء اثنين يشتغلوا عليهم احسن مالهم واقفين. لنشوف هالكم يوم، يا منبيعون يا منشغلون. انا وانتي يا سمراء والحب مدري وين صرنا وطار،
حلمي الفستقي ولك يا ريت الدنيا ساعة ونحنا عقربين تاكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. لا شو بكن يا شباب؟ قلت لكم خلص بكرة أنا طالع من السجن ورايح لعند طيفور بك، استسمحوا يرجعكم على الشغل؟ لا اوعك سليمة، نحن ما بقينا نشتغل مع طيفور نهائيا. لا استحيت ما نشتغل مع طيفور نهائيا. لك أخي قليل اللي سوا فينا، ما شفت نزعنا مستقبلنا يا أخي. شلون يعني بتنزع مستقبلنا؟ لك مو فوتنا على السجن، صرنا خريجين حبوس ما عاد حدا يشغلنا. كمل أبو السلم كمل. عن جد عم تحكي أمي؟ ايه امي عن جد هذا اللي صار. ايه وشو قلتي له انتي؟ قلت له اتركني فكر، بس بيني وبينك امي انا يعني حابة اخذ رأيك، شو رأيك انتي؟ هلأ امي بعد ما ضيعتي عمرك؟ بالعكس يا امي هلأ احسن لانه انتو صرتوا كبار. ايه امي بس طيفور متجوز حماتي. شو علي يا بنتي؟ يعني حماتك الأولانية وأنا الثانية؟ صراحة أمي أنا هذا الموضوع ما عم يفوت براسي، وبيني وبينك بلش يسكر عداد مخي. بدكم مني شي سيدي؟ أنا رايح. لا ما عاد بدنا شي، نحن اليوم بنطالعهم بعد ما ناخذ اليوم تصاريح. شكرا سيدي. الله السلام الله. عليكم. مع السلامة. لحظة لشوفها إذا هون ولا لا. أمي أنت هون؟ يو وين بدي يكون لك؟ مين؟ المعلم طيفور على التليفون. معلم طيفور؟ طولي بالك. ألو معلم طيفور؟ أهلين كيف صحتك؟ ولك اشتقت لك يا روحي، دخيل الصوت الناعم اللي أنعم من متور المازوت. صورتك ما عم تفارق خيالي، بفتح الطبون بشوفك قدامي، بصلح البواجي وبفكفكها بتطلعيني من الكهرباء من بين البواجي. إن شاء الله إن شاء الله. لك شو غيرت رأيك مدرويش؟ آه لا يو شو غيرت رأيي؟ بس يعني هلأ قصدي يعني هلأ مو وقت هالحكي. ايه نحكي بعدين. خلص نحكي بعدين. بدي اسالك شو صار بشو اسمه بابني درويش وصهري زكي؟ ليش ما وصلوا لهلا؟ إيه انا كرمال عيونك الحلوه رحت بنفسي وطالعتهم. ان شاء الله بنرد لك اياها بالافراح يا رب. بيرجع اوه رجعوا طاقه عينيهم اوه بيت رماني اوه عم دولة ثانية اوه عرفنا منطفة اوه يجي زكي بالسلامة لك حاجتك بقى مبسوط بحالك حاجة زغرتوله وتهيسوله ما هو اصل البلا كله انا اصل البلا كله لك كل المشاكل اصلا من تحت راسه هو انا ولا زكي ليش مين اللي ضربه للمعلم طيفور على راسه لك انا صحيح انا اللي ضربته على راسه بس ضربته عن غير سبق اصرار وتعمد هديك سمعتي امي كله من تحت راس ابنك درويش ايه اصلا انتو المجاري جاريه من تحت راسكم وما بتعرفوا شيء اسكت اصلا كشفت على حقيقتك كلهم صاروا يعرفوك وفسات حماتي كمان على علاته فسد علي وخلاهم يحطوني بالمنفرده مع الفيران هيك طلع معك يا ابو الزيه طيب ماشي الحال انا راح احكي كل شيء
وخلي الامور تتلخبط فوق بعض البعض، وهيك بتكون براقش جنت على نفسها. اسمعيني منيح يا بدريه، وانت كمان يا ام درويش اسمعوني كلكم وفتحوا عدنيكم. كل المشكله اللي صارت من شانك انت يا بدريه. من شاني انا؟ ايه، من شان جوزك المحترم يتلصلص على النسوان بالكراج. لك يا عيب الشوم عليك، وحده مره ماشيه لحالها بالكراج شو بدك فيها؟ لك قليل ادب جوزك. ايه، كل الناس اللي كانوا بالكراج شافوه ما عدا المعلم طيفور، كان عم يشرب شاي. ايه، سكوت ولا حرف لا تحكي، يخرب بيتك. وكانت الحب والمغازله واللصلصه شغاله لابو موزه، والمبادله 100%. انا ولك ابو الدراويش رجاء ولا زكي لا تقطعني لحتى اخلص كلامي. ها لك بدورة حبيبتي، لا تصدق الحكي، هذا الشيء ما صار بنوم. حماتي الله وكيلك، الله وكيلك، كذب بكذب. كمل اخي، شو صار كمان؟ انا شفت هالشوفه وصار العرق يضرب من قرائط ادنيه، يخرب بيته. لك مرارتي تقطعت وتهتكت اعصابي وصرت اجهش بالبكي، ابكي واجهش. شو جهشت جهشان؟ وليش اخي؟ لك شلون ليش؟ شلون ليش؟ واحد عم يشوف بيت اخته عم ينخرب من جميع اركانه، ومن مين؟ من اقرب الناس له. اخ يا زكي، كسرت لي ظهري، بس ولا يهمك يا بدريه، انا وصلت بالوقت المناسب لحتى امنع هالكارثه من انه تصير. ومن هون نشبت الخلافات بيني وبين زكي، وهذا اللي صار بالحرف الواحد يا اختي المغدوره. لك اخ شو الواحد بده يحكي؟ اتفي عليك واحد ما بتستحي. لك يا عيب الشوم عليك، عم تبصبص على النسوان وانا قاعده هون كلانه يمك. لك لا تصدق الحكي، كله كذب بكذب واكل الصار. اخي درويش ما بيكذب. حماتي الله يسترك، فهمي انا بشرح لك كل شيء صار بالتفصيل. روح يا مأمنه بالرجال مثل المي بالغربال، انتوا رجال ما بتقصروا اذا صح لكم شيء. لك انا الحق علي، اللي بنت اتجوزك. حماتي ماشي، انا كذاب واكبر كذاب. طيب المعلم طيفور ما بيكذب، روح اسالي له شو صار. روح يا، انا ما دخلني، تصف له ممكن له. ولا درويش انا هيك عملت. اكتفي عليك. الله لا يوفق، نزعت لي فرحتي من ليله السعيده. ليله سعيده؟ ليش هسه في سعيده؟ تفضل تاج راسي. يسلموا هديات من ايدين ما نعدمها ان شاء الله. تسلم، صحتين والف هنا. ابن عمي، يعني انت متاكد انه ابني طلع؟ طبعا، ولو طبعا طلع، انا حكيت بالموضوع خلاص طلع. الله يحرمني منك، بتضل قلبك كبير، يخلي لي اياك يا رب. تعرف ابن عمي، انا عم بندم على الايام اللي ما عشتها معك. ولا يهمك، ما صار شيء، بدك تشوفي ايام حلوه كثير من اليوم ورايح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، هذا مناي يا رب. ميا، انا بياع الحليب، يعني مين بدي اكون انا؟ زكي افتحي الباب. مين زكي؟ هلا افتحي الباب بلا تلصي، بدي فوت نام. ما بدي افتح لك ولا بدي اياك. طيب خليني افتحي لي انت اول شيء الباب لحتى اثبت لك براءتي. قلت لك ما بدي افتح لك وما بدي اياك وما بدي اسمع براءتك. طيب وين بدي نام انا؟ ما دخلني، وين ما بدك تنام نام، بتنام بالصالون، بتنام بالحمام، مو شغلتي هي. Thank you.
خير خير ابن عمي؟ شو صار شو صار؟ ما في شيء، بسيطة بسيطة، خير ما في شيء، قايم اشرب تفركشت. ايه طيب فيقني انا بروح بجيب لك المي. معلش معلش نامي نامي انت، الواحد وقت فيه ما بيعود بشوف منيح، بتعمش عيونه. ارتاحي نامي. الو ايوه ايه انا ام درويش. مرحبا بست الحبايب، يهنيك بسلامتهم روحي. انا كرمالك اسقطت حقي عنهم. ابن الست المحترمه ما سقط الحق عنهم. لك انا روحي فداكي. قولي لي شو صار معك؟ إن شاء الله فكرتي. خلص طالما موافقة مشي الحال، تركي الباقي علي. درويش أنت لا تاكلي همه، تركي لي يا إلي. طيب كمان مو غلط، حاولي معه أنت، حاولي. ماشي مع ألف سلامة، تصبحي على خير يا روح. باي باي. لك وقع العصفور بالفخ.